السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. تكلمت مرارا أنه غتكون واحد الإجراءات فيما يخص الدعم المقدم من الدولة للعائلات والأطفال. الحكومة الحالية برئاسة جوزيبي كونتي حط على الطاولة الآن مشروع يعني للتغيير هذا الدعم ديال بونص ماما وبونص بيبي. المسائل غادي تتغير، ما غاديش يبقى المسألة ديال هذا الاسم يطلق على كاع بونص ماما وبونص بيبي، يطلق على اسم ديال أسينيو أونيكو فيليا كاريكو. كيفاش؟ يعني من سن الصفر إلى مثلا 3 سنوات غيكون واحد الدعم ديال 400 أورو في الشهر يعني للازينو نيدو بي بي سيتر كما تتعرفوا. ومن يعني من 3 سنوات الى او من صفر حتى 18 سنه غادي يكون واحد الدعم ديال 240 اورو، ومن 18 سنه لغايه 26 سنه غيكون واحد الدعم تقريبا ديال 80 اورو. المساله مازال باقي ما بداش بها العمل، يعني باش تعرفوا المساله هذه، هذا المشروع هذا وهذا المانوفر هذه اللي باغي ندير الدوله دابا حاليا لسنه 2000، يعني داخله في البيلانشو ديال الميزانيه ديال 2000، داخله في البيلانشو ديال الميزانيه ديال 2020، ماشي دابا باقي ما بداش بها العمل. العمل باقي مازال ساري كما هو ديال البونص بيبي بونص ماما اللي هو معروف، راه باقي بيساري بالعمل اللي غاية يعني تتسالي السنة هذه ديال 2019. المهم هذا مشروع مطروح لسنة، يعني داخل في البيلانس كما قلت لكم في الميزانية ديال سنة 2020 ماشي دابا، يعني باش تكون الأمور واضحة. الناس دابا اللي الله تزات عندهم شي زيادة قدروا يطالبوا مثلا بهاد البونص بيبي، اللي عندها 7 شهور ديال الحمل ممكن أنا طالب البونص ديال ماما، لأنه راه كاين فرق ما بين بونص ماما وبونص بيبي. بونص ماما تتاخذ المرأة وتدفع الطلب ديالو بطبيعة الحال الكاف ولا الباتروناتو، تمشي للباتروناتو ولا تمشي للكاف تدفع الطلب ديال هاد المسألة هذه ديال البونص عن طريق الطبيب ديالها بطبيعة الحال. ما نهضرش أنا، تعطيكم غير الفكرة، الإنسان غادي يبحث شوية وغادي يوصل النتيجة المرغوب فيها. كما قلت لكم غادي يمشي للباتروناتو ولا يمشي للكاف. بونص ماما راه كما قلت لكم تتعطى فاش تكون المراه فاش تتوصل يعني الشهر ديالها السابع تدفع الطلب باش تستافد من بونص ماما. بونص بيبي وبونص ماما هذا في 800 اورو، اما بونص بيبي يعني في الزياده دي في شد زاد الابن تتاخذ 960 اورو. المهم لغايه 2019 راه باقي جاري به العمل القديم ديال هاد لي بونص بيبي بونص ماما. اللي باغي يكون ان شاء الله، اللي غادي يكون ان شاء الله وربما غادي يدوز وقيله ربما في 28 في اكتوبر غادي يدوز وقيله باش تدوز موافقه على هاد المساله هذه ديال اسينيو اونيكوفيليا كاريكو لسنه 2020 غادي يبدا بها ان شاء الله العمل. يعني المساله ديال بونص بيبي بونص ماما هادو غادي تحيدو، ما غاديش يبقاو، غيتعوضو كما قلت لكم بهاد لي بونص ديال بهاد لاسيني اونيكوفيليا كاريكو. كما قلت لكم من 0 الى 18 سنه 240 اورو، من 16 سنه لغايه 26 سنه شي 80 اورو تقريبا ديال الدعم كل شهر، ولغاية الصفر الى 3 سنوات كما قلت لكم في الاول، يعني من الزياده ديال الطفل هذا حتى اللي يبلغ سن 3 سنين تقريبا واحد 400 اورو في الشهر. غادي نخلي لكم جميع يعني المسائل اللي تتوضح هذه المسائل هذه اللي شفت والخبر اللي قريت. كما قلت لكم مرة تنبحث يوميا، تنبحث على هذه المسائل، تنشوف فين اشكين. وكما قلت لكم راه اي حاجه جديده راه غادي نوافيكم بها ان شاء الله في الوقت ديالها، وغادي نشوفوا ان شاء الله من القدام اش غادي يوقع في هذه المساله هذه. بطبيعه الحال المسائل هذه تتبغي واحد الميزانيه ماليه ضخمه، وحنا تنعرفوا يعني الازمه اللي كاينه تتعيشها ايطاليا. على اي ما نسبقوش الاحداث كما ديما، وغادي نتسناو. مهم راه دا كاين مسائل، راه كاين مشروع، راه هو كاين محطوط صافي، يعني خصو يدوزها في البرلمان يعني باش تتم عليه الموافقه. ومن غادي تتم عليه الموافقه راه غيبدا به العمل كما قلت لكم في 2020 ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناه، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.